Qatar is an Arab country in the Middle East. We got our independence on September 3rd, 1971 from the United Kingdom. The government here in Qatar is absolute monarchy, which means that each son is successor to his father's throne. The Emir of Qatar right now is Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, and his son and successor and crown prince is Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Qatar's total area is approximately 11,400 kilometers squared, which is almost 4,400 square miles. According to last year's census, there is almost 1.7 million people living in Qatar right now and rapidly growing. The economy in Qatar has grown rapidly in the past decade. As you might know, in the early 1900s, the economy was basically dependent on fishing and pearl hunting. Until the Japanese discovered the cultured pearl between the 1920s to the 1930s, after that the economy crashed badly. People were suffering a lot in those days, until the discovery of oil in the 1940s. Nowadays, the economy in Qatar is considered one of the strongest worldwide. العادات يعني اختلفت عن عاداتنا الأول غير عن عادات الحين. الأول زيارة رحم، الأول الولد لين عرس يقعد مع أمه يقعد مع أبوه في البيت مع اليدة العودة، العم الخال كلهم لهم ممدة يد على عيال أخوهم وعيال أختهم. الحمد لله كلهم متحسنين وكلهم في بيت واحد، يأكلون مع بعض يقومون مع بعض. زيارة عماتهم، زيارة خالاتهم، الجار للجار والصديق للصديق والصاحب للصاحب، يعني ما في قطاعة، لا ولا في يعني عندنا تلفونات الأول أو مثل الرسائل مثل الحين بيقولون بس خلاص بتكفي، لا زيارة يروحون بريولهم يوصلون أهلهم يوصلون جماعتهم، لا هم بعيد لا هم ما وصلوهم كل يوم يوصلونهم لو في الأسبوع مرة مرتين لازم يزورونهم ويسلمون عليهم ويستسمحون بخاطرهم. وفي زيارة حق الجيران وفي زيارة حق الأهل وفي زيارة حق اللي يعني صلة مع بعضهم البعض متواصلين الأهل كلهم، يعني الجار ما يغفل عن جاره والصديق ما يغفل عن صديقه.
والاكل اللي نسووه يعطون جيرانهم لو من فوق الطوفه يعطون جيرانهم. هنا انتم هذه يعطي جارك وهذه يعطي جارك، انت تاكل من اكل جارك وجارك ياكل من اكل جارك، يعني كلهم ما شاء الله كان على الفريد على قلب واحد لمرض واحد. والله فلان بن فلان اليوم مويه ايش بلا، روحوا له شوفوه في فئة الضحايا لما يقعدون الحرم مع بعضهم البعض، افقدوا واحده من ربعهم مويه ايش بلا فلانه ايش بلا ام فلان مويه، روحوا لها شوفوها، راحوا شوفوها. غير عن الحين يعني الحين نتقاطعوا ما حد يدري ما حد من عيد لعيد، ويلا يلا بعد اذا يعني احد يوم او قال خلاص التليفونات والرسائل تكفي. لا بس يعني الرحم مشتقة من اسم الرحمن الرحيم من اسم الرب عز وجل، يعني من وصلها الله يوصلها ومن قطعها الله يقطعها. فكانت زيارات الاول غير الاكل الفرح القومة في الاعراس في المناسبات في الحزن في كل شيء مع بعضهم البعض، هل الفريج والجماعة والأهل واليدة هي اللي تامر وهي اللي تنهي كذا للحشيم والكرامة، وكذلك العم والخال كلهم مع بعضهم البعض. ونوزع الأكلات الشعبية اللي احنا نسويها في البيوت نوزعها، وكل جار يتبعه اصحنا والجار يعطيك وانت تعطي. وعندنا هنا عقب شعبان بعد نسوي نافلة شعبان ليلة 15 بعد ونصوم 3 ايام في شعبان، وكلهم مع بعضهم نوزع بعد الأكلات الشعبية اللي احنا نسويها من المضروب من الحريس من المرقوقة اللي يبول اللي تقدر عليه، يعني يدك الإنسان تسوي. صدق انه يعني ناس يقدرون يسوون على لحم وناس على ديار، واغلى اكثر شيء نسوي على السمك لان احنا اهل البحر وبيوتنا عند البحر، فاحنا يعني اكثر شيء نقدر نسوي المحمر، نقدر نسوي المجبوس، نقدر نسوي المشخور والجسمه على بعضنا. وهي اللي المسحر كل ليلة يدق المسحر ما يروح إلا موقف هذا الفريق. الحمد لله يا كريم والشكر لله يا رحيم والشكر لله يا رحيم، والعابد لين طاع ربه يفوز فوز عظيم يفوز فوز عظيم. وتهلهلت مكة وقالت مرحبا بالزايرين مرحبا بك يا محمد والصحابة الأجمعين، هذا القوع منزلنا عسى الله ينصرنا على القوم الكافرين على القوم الكافرين. سحور يا عباد الله سحور، يا صايم يا نايم وحد الدايم ويطق وإذا ما عنده طبع عند الهول واليهال يتبعونه ويمشون وراه لصبيان البنيات، لا عيب البنيات يطولون. أعراسنا تغيرت، الأول البنت تعرس في بيت أهلها في بيت أهلها، الأول البنت والأب والأخ ما يحضرون عرس البنت والأم تندعس، والعرس الأول عينية عينية أسبوع واحد تنخطب وينملت عليها البنية والدزة يجيبونها لها عينية، الكل هل الفريج يساعدونها الأمية مهادي يساعدون الأم وعينون لأن هي عانت ولدي بكرة أنا بعد وعين ولدها. وعرس بسيط لكنه تباركون، وانتم 7 أيام في بيت أهلها بعزز المكرمة البنية إلين تكمل 7 أيام ودونها بالهدية بتريحها أمها ما تتبعها نهار ثاني. عاداتنا الأول أحسن.
الأول أحسن. يعني صدق إن الحاضر الحين زين، ما نقول لك هو يكمل الماضي، لكن لا، يعني يقول لك ما له أول ما له ثاني، لازم نحافظ على ماضينا ونزرعه في قلوب عيالنا، ويعني نتمسك بماضينا لأن حاضرنا تكملة على ماضينا. من عاداتنا وتقاليدنا في قطر نحن نتجمع في الميوارس، نسأل فيها عن بعض، نعرف أخبار بعض، نسأل عن علوم بعض. القطريين يحبون المجالس لدرجة أنهم يتجمعون فيها بشكل يومي. أول ما يدخل الضيف نقوم نسلم عليه، نرحب فيه ونقلطه، نقعد وياه ندردش وياه، نسأل عن أخباره وعلومه. مثل ما هو معروف العرب مشهورين بكرم الضيافة، وإحنا لنا عاداتنا في هالشيء. في البداية نقدم التمر للضيف، ومن بعد التمر يجينا أحلى شيء في المجلس القطري، دلة القهوة. بعد ما يدور في نيال القهوة بين الحاضرين نكمل كرم الضيافة بالطيب. تطورت قطر عمرانياً في العقد الأخير بشكل ملحوظ، فمنذ منتصف التسعينات بدأت ملامح التطور العمراني تظهر في وسط العاصمة القطرية الدوحة. وتشكل قطر أبهى الصور في التطور العمراني من بين مجاوريها من الدول العربية، بل وتقارن بالمدن العالمية لتكون مرسى لكل سائح. حاليا تشهد الدوحة أقوى نهضة عمرانية في العالم العربي، حيث يعتبر متحف الفن الإسلامي ومشروع اللؤلؤة ومسجد الدولة من أحدث صور التطور العمراني في العالم. يعتبر متحف الفن الإسلامي الذي تم الانتهاء من إنشائه عام 2008 من أول المتاحف من نوعه بالمنطقة، حيث يتميز بالتصميم الإسلامي والعصري في آن واحد. يضم المتحف مجموعة من الأعمال التي جمعت منذ أواخر الثمانينات، بما في ذلك المنسوجات والمخطوطات والسيراميك وتحف أخرى جمعت من جميع بقاع العالم الإسلامي. حاليا وبعد 3 أعوام من افتتاحه يكرس المتحف طاقاته بأن يكون على قمة قائمة المتاحف الإسلامية في العالم أجمع، والرائد في هذا المجال باستقطاب العديد من القطع الأثرية المكتشفة حديثا وأخرى قديما، تضاف إلى المعروضات الأخرى التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات. تم إنشاء المتحف تحت رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بأن تكون الدوحة عاصمة ثقافية تتميز بجمعها بين الماضي والحاضر. ومتحف الفن الإسلامي ما هو إلا انعكاس لهذه الرؤية. يتميز الشعب القطري بتمسكه بالشعائر الإسلامية، ويمثل مسجد الدولة الذي يعتبر من أكبر المساجد في قطر تحفة معمارية تحمل معالم التصميم الحديث وعراقة التصميم الإسلامي.
فالمسجد يسع 11,000 مصلي بالإضافة إلى ساحة خارجية وصحن المسجد اللذان يسعان 19,000 مصلي. دام قطر بقلوبنا وعروقنا الحيه.